سي هشام مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا طبيعة الحال لحضورك معنا لشفشاون انترناسيونال فيستيفال فيلم. طبيعة الحال الحباب بغيت نسمع واحد تصفيقات كبيرة على الفنان الممثل القدير هشام الوالي. أكيد غنكون سعيد وأنا أحضر فعالية هذه الدورة. سعيد أولا لأنني كنرجع للبلد الأم ديالي، لأن الأم ديالي من منطقة سالنبوط نواحي ديال الشاون. ثاني شيء أنني كنحضر هذا المهرجان وكنحضر ليه في القمة ديالو. كما قلت قبيلة، النجاح ديال أي مهرجان يقاس بالحضور الجماهيري وبعدد الضيوف من فنانين مخرجين ممثلين. الجميل في هذه السنة أنه زواج بين الفن والرياضة. الحمد لله شفنا أبطال مغاربة وفنانين، كان ذاك اللقاء الجميل، كان حوارات، علاش لا ينباض خاطشي كله على مشروع سينمائي رياضي ونستغلوا الصورة ما بين الرياضة والصورة وتعطينا عمل رياضي سينمائي يكون ينال إقبال ديال الجمهور المغربي بصفة عامة. طيب الحال السعادة تضاعف ونحن نلتقي بالجالية المغربية. التقيت معهم في فرنسا وبلجيكا وفي إيطاليا، دائما كنحسوا ذاك الحب، كنحسوا بهم بعض الأحيان أنهم كيتابعونا أكثر من الجمهور ديالنا، ما عرف علاش هذه الإحساس كتجيني، كنلقاهم أنهم متابعينا وكيعرفوا التفاصيل ديال حياتنا. هذا يدل شيء، كيدل على العطش ديالهم، التعطش ديالهم لكل ما هو مغربي ويتجلى في الصورة وبالتالي بالسينما. كنقول لهم نحبكم، كنكونوا فرحانين في أي لقاء كنتلاقاو بكم إن شاء الله.